رح نحكي عن مشكلة كتير بيعاني منها الأطفال بعمر صغير وهي اضطراب السلوك. طبعاً اضطراب السلوك بيخلي الطفل ينحو نحو طبعاً كتير من التصرفات اللي الأهل بيستهجنوها، ممكن العنف، ممكن التنمر وغيرها كتير من السلوكيات الخاطئة. صحيح سلمى، واليوم معروف أنه الاضطرابات السلوكية هي مجموعة من الأفعال والتصرفات ناتجة عن الطفل بصفة متكررة بالبيئة والمدرسة والمحيط يلي هو عايش فيه، وبحيث أنه هاي التصرفات والأفعال ما بتتماشى أبداً مع معايير السلوك السوي المتعارف عليها اليوم. لهيك اليوم رح نتعرف كيف ممكن نتعامل مع هذا السلوك وشو هي أيضاً طرق العلاج ممكن يكون، لأنه هو اضطراب. مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو اختصاصية التربية الخاصة ريم سعد، يسعد صباحك. صباح النور، أهلا وسهلا، يسعدك الأوقاتكم. يسعد أوقاتك. هلا، خلينا نبلش مع حضرتك، شو أبرز المشكلات السلوكية والأكثر شيوعا مثل ما بيقولوا اللي بتشوفيها عند الأطفال الصغار؟ بالأعمار الصغيرة غالبا بنشوف قلق، بنشوف عناد، بنشوف عصبية، هدول بيكونوا أكثر شيء بالأعمار المبكرة. طبعا إذا ما تعالجوا وتأطروا شوي بهاي الأعمار طبعا بينتقلوا للمراحل الأكبر، هنا ما بيروحوا من حالهم إلا فيما ندر كتير، يعني بيكون نتيجة سبب معين، بزوال السبب بيروح هاي المشكلة، لكن غالبا بيضلوا إذا ما تعالجوا بفترة الطفولة تحديدا، لأنه قدرانين نغير بالسلوك بهاي الفترة أكثر من الأعمار الكبيرة. طيب خلينا نعرف اليوم كيف أنا بدي أعرف أنه أنا طفلي عنده اضطرابات سلوكية، من حيث أنه تظهر عليه بعض العلامات، بعض التصرفات، شو هي العوارض يلي كمان تظهر عليه بتخليني أقول عن هذا الطفل أنه هو عنده اضطراب سلوكي؟ تماماً. هلأ إذا بدي أحكي مثلاً عن القلق، عن سلوك القلق، بدي أشوف أنا طفلي كسير تعلق فيني، ما بيقدر يتركني أبداً، مرافق لي بجميع المرافق داخل المنزل وخارجه، دائما متوتر، دائما في خوف، سريع البكاء، ما ماسك فيني، فهي دلائل انه او مثلا لازم ينام جنبي دائما، ممنوع ينام لحاله مع انه بكون صار عمره منيح، صعوبه شديده برفده بالروضات او بدور الرعايه، بيكون في مشكله عنده وبتسبب له احيانا مشاكل صحه، يعني ممكن يصير عنده ارتفاع حراري، ممكن يصير عنده تشنجات نتيجة الرفض تبعه، هاي أكيد ملاحظة وبشدة. الأهل بيعزوها غالبا أنه ما بيشوف كتير ناس، ما بنشوف حدا، نحن بنقعد بالبيت كتير، لا هي ما إلها علاقة أبدا هيك، بس نحن نشوف الطفل بهاي النماذج بهذا الشيء، لا هو قلق ناتج عن قلق الأهل على الطفل وشعاره بأنه أنت يعني ما فيك تبدي بأي سلوك أو تعمل أي شيء دون إشرافنا ورعايتنا. فالطفل بيكبر وهو انه انا ضعيف، انا شخص ضعيف اذا ما كانت حولي هي الرعايه كلياتها، فانا ما بقدر اتصرف، فمشان هيك ضل عنده هذا القرب الشديد من الام غالبا. يعني اذا بدنا نحكي على العدوان او على العناد، اذا نحكي على العناد فهو كثير طفل مجادل، طفل رافض دائما، بيعمل عكس اللي بينطلب منه، ممكن يكون في صراخ، حالات بيكون بلش يصير في عدوانيه اللي ممكن فيها ضرب، ممكن يأذي نفسه مثلا، يضرب راسه بحيط او بيلقي نفسه على الارض نتيجه لرفض او نتيجه لاستجابه لطلب معين من الاهل. فكمان هذا ملاحظ وملاحظ بشده. كمان ممكن الاهل يعزوه انه عصبي شوي، نحن شوي مدللينه، نحن افرطنا بناحيه معينه. هاي السلوكيات كمان إذا ما تعالجت بعمر صغير فهي مشكلة، لأنه رح تبقى على الكبر، والكبر صعب التعامل معه أكثر، بالعكس رح تتغير، يمكن حيتغير شكله، حيصير أعنف، طريقة السلوك مختلفة أكثر. تماما. خليني أرجع لنقطة مهمة كتير، وأنا كنت بدي أسألك عن يعني أمثلة عن المشاكل اللي بنشوفها السلوكية عند الأطفال. حضرتك ذكرتي أبرز هاي الأمثلة. في كتير مشكلة بيعاني من الأطفال أنه الأهل بيكونوا كتير عم يعتنوا، خصوصا بالطفل الأول مثلا عم يعتنوا فيه زيادة، مثل ما قلتي خوف، محاولة أنه يكون كل شيء متوفر له، أفضل شيء، فجأة بتلاقي مثل ما بيقولوا هذا الدلال أو الاهتمام الزايد أفرغه من قدرته على أنه يتحمل أبسط أنواع المسؤولية، وبنفس الوقت بنصير بنلاقي كتير أناني.
يعني بنشوف في اطفال هن ما نون اطفال وحيدين، دائما موصوم بالانانيه الطفل الوحيد بالبيت، لكن بنشوف اطفال ما نون وحيدين بس بيعانوا من هي الانانيه. خلينا نرجع لتصرفات الاهل اللي بتسبب هي المشكلات السلوكيه. تماما، يعني ضوت الاستاذه سلمى على كثير نقطه مهمه. الطفل الاول عاده مو بياخذ كل الرعايه وكل الخوف وكل التجارب، كل شيء بجربوا فيه، كل شيء تجارب، فبيطلع يعني اذا ما كان في وعي عند الاهل انه يقدروا يحملوه مسؤوليه بيطلع كثير عنده قلق خويف اناني ببعض المفاصل، ممكن يطلع عنيد. ليش؟ لانه دائما طلباته مجابه، فوقت ما بيكون في اجابه للطلب بيكون طبعا ما انه معقول انه يتنفس، فبنلاقي منه سلوكيات عنيفه، ممكن دفش، ممكن ضرب، استلقاء على الارض، صراخ جدلي، بضل بيحكي 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 كثير لياخذ الشيء اللي بده اياه. بيقولوا الاهل غالبا بيحسوا انه لا، نحن ما بدنا نكسر شخصيته. تمام، ما بدنا نقول له لا ما بدنا نكسر شخصيته. في كثير فرق بين كسر الشخصيه وبين بناء الذات عند الاطفال. ما كسرنا شخصيته، نحن حولناه لمتمرد. دائما بقول الاهل لا تخافوا، قد ما اشتغلنا، طبعا احنا بنشتغل بشيء تعديل سلوك، فبيكون له فتره اقل شيء 3 اشهر للسلوك الواحد لحتى نحن نتخلص منه، انه نحن ما رح نكسر شخصيه نهائيا. يعني اقصى شيء ممكن نحققه قديش نحسن 60-70%، ما بدنا اكثر من هيك، هذا الشيء اللي بنقدر نحن نسيطر عليه. في سلوكيات تروح تماما، في سلوكيات بس بنقدر نخفضها، ما بنقدر نعمل فيها اكثر من هيك. التربيه بدها حكمه كثير، يعني انا ربي بدي انا اكون حكيم، اعرف احتياجاته واعرف كيف ربيه. في مواقع لللا وفي مواقع للايه، بصير هذا الشيء. اذا انا هون بدي اتصرف كاهل واعيين حتى يعني يكون قدر الامكان مرتاح وهو مرتاح. الطفل العنيد هو منبوذ بالمدرسه من الاطفال من المعلمين لانه صعب. تمام، صعب ومرهق جدا. الطفل العصبي نفس الشيء. الطفل القلق بده كثير معامله لنقدر نتجاوز حساسيته، نقدر نتجاوز القلق اللي عنده وعند اهله، لانه حتى الاهل ممكن يطولوا بيدخلوا على المدارس لانه هو بيتنقل من مدرسه لمدرسه، ودائما حجه الاهل له تجارب سيئه بباقي المدارس كان. طب هو انا اذا الطفل قعد ساعه ومع امه وداخل الصف، شو هي التجربه السيئه؟ صحيح. خلينا نعوده، خلينا وفينا نتوجه، يعني نحن بنسأل نتوجه على اماكن تقدر تعمل فصل صحي للطفل اللي بيكون عنده هذا التعلق. نرجع على الانانيه، حكيت عنها استاذه سلمى. الانانيه اللي عند الاطفال بالطفل الوحيد بتزيد اكثر بس يجي طفل ثاني، فبيكون في حرب. وانا الحقيقه كثير الطفل الثاني كثير بكسر نفس وذات الطفل الاول، لانه الاهل باللا شعور مو بدللوه، بصير في اثنين، فكل شيء موزع على اثنين. فمشان بس حاله منبوذ. قديش لازم يكون بيناتهم عمر؟ دائما بنسال هالسؤال. سنه ونص او 5 سنين، يعني للمرحله اللي هو سنه ونص ما يكون لسه بلش عنده الذات، اللي هو سنتين وثلاثه بلش عنده تكوين الذات والشخصيه، فبيكون بيربوا مثل ما بيقولوا كانوا الاولين، مزبوط بيربوا مع بعضهم. هو مرهق هذا الشيء للام بس بيريح، بيكون عندهم مشاكل الاطفال الطبيعيه. بعد 5 سنين بيكون وعي اكثر الطفل لوجود فرد ثاني، بيكون اخذ كل الميزات وبلش هو يدخل بمرحله التجريد اللي يعني احنا بنسميها مرحله الابتدائي او مرحله الصف الاول. فهون بتكون اسلم شيء، لانه بالعمر الصغير حقيقه كثير نحن بنشوف مظاهر اكتئاب عند الاطفال او مظاهر عدوانيه او مشاكل بالنطق، او في مشاكل كثير بتنتج نتيجه للدلال كان مفرط لهذا الطفل الاول مجيء الطفل الثاني. فنحن هم بنسبب بقى هذا الانكسار يلي بتتغلغل في الاضطرابات النفسيه لإله. طبعا نحن ما عم نحكي بالعامه وعلى مجمل الاطفال وكلهم، عم نقول غالبا وبعض الاطفال ممكن يصير عندهم هذا الاضطراب. طب خلينا نحكي عن الاطفال يلي ما تم تعديل سلوكهم او ما تطرقوا للعلاج واهلهم تاركينهم وصار في معاناه كثير كبيره ووصل الاضطراب السلوكي لحد كثير خطير، شو هي العوامل الخطوره يلي بيوصل للاضطراب السلوكي؟ تماما، اذا بنحكي عن اضطراب سلوكي صرف مثل ما هو محطوط بالدي اس ام 5 يا بالشيء يعني بالمقياس الامريكي له او بالموسوعه الامريكيه لتصنيف السلوك، نحن عم نحكي هون على شيء اللي بنسمع فيه عن الشباب او الاطفال اللي هن بيكونوا بالاحداث يلي هن مثلا في عندنا نحن او السايكوباتيين المعادين للمجتمع، او في اضطراب هو كونداكت اسمه اضطراب سلوكي كمان هذا.
عصيان، اضطراب سلوكي، اذا بنحكي اضطراب سلوكي الصرف الشديد اللي عم تحكي عنها حضرتك، عدم علاجه بالعمر الصغير هو اللي بيعطينا الشخصيات المعادية للمجتمع بالكبر، اللي نحن بنشوف اللي هن بيشوهوا الأماكن العامة، بيشوهوا الجسد تبعهم، التعدي على الآخرين بيكون كتير سهل بالنسبة لهم، السرقة والكذب وكل شيء ما يتوصل بالأذية للمجتمع تماماً وللأسرة. الفئة هاي للأسف من الشباب أو من المراهقين حتى من الأطفال، وتكون أطفالنا جداً جداً متعبين، وعدم التصرف الصحيح بهذا بالعمر الصغير بيؤدينا لأن يكون عندنا هاي الفئة، وفئة كبيرة للأسف ممكن تكون موجودة بالمجتمع، بصير بدها مراكز، مراكز متخصصة، ولسه نحن ما عندنا يعني لسه ما عندنا هاي المراكز يلي بتقول أنا أدران إني عالج وأكون مواكب لهذا الفرد، لأنه العلاج بيكون مسيرة حياة، ما بتعالج وخلاص أنت صرت منيح ففيك تنطلق، لا، ودائما بدك تكون تحت إشراف، لأنه هذا الشيء صار أساسي بالحياة النفسية والسلوكية عنده، بتحت الإشراف وبعض التعديل، كل ما كان العمر أصغر كل ما أخذ نتائج ممتازة أكثر. بقدر سيطر عليه نوعا ما، وبقدر درب الأهل بأنهم يكونوا أدرانين كيف يتعاملوا معه، لأنه الأهل بتعرضوا للضرب، بتعرضوا للقسوة، بتعرضوا لكثير تفاصيل، بتعرضوا أنه تتاخذ مثلا، ممكن في عيال لأن إحنا نشوفه أنه أغراض البيت ممكن تتاخذ تنباع، أجهزتهم، ممكن الأهل يتعرضوا للعنف، للعنف الجسدي، فبصيروا خانعين نتيجة تعرضهم للعنف الجسدي، الأهل بصيروا خانعين، بس أنه أي شيء فيك تعمله بس أنه ما تقرب علينا أو خلي في هاي الحدود بيننا وبينه، فهو صعب ما أنه سهل. طيب خلينا نحكي شوي عن العلاج يوم الاضطرابات السلوكية، مثل ما حضرتك قلتي يمكن البعض بيحتاج 3 شهور شغل مع الأطفال، هاي إذا بلشنا بعمر صغير وعينا على المشكلة، نحكي قدي ممكن بعض الاضطرابات تأخذ وقت، قدي مهم دور الأهل فيها، يعني تمام. اليوم في بعض الأهل بيرفض أنه هو يقتنع أنه أصلاً هذا اضطراب، لا أنا ابني منيح ما فيه شيء، مشكلة بالطرف الآخر مو عندي. تماما، كوننا مثلا نحن بمجال تعليمي او بمجال تربوي، وتكون في عندنا ملاحظات عن الاطفال ونطرحها عن الاهل، اذا كان في بالنسبه للاهل بيقول انه لا الطفل سليم، نحن ما لا شايفين عليه اي مشاكل، فنحن هون بتوقف دورنا، ما عاد فينا نبادر ويكون في علاج او فيكون اي تواصل بين الاهل، الاخلاقيات تبع المهنه بتخلينا نوقف ما نبادر. اما اذا كانوا الاهل مشاركين معنا، نحن بنعمل فريق نحن والاهل، في قوانين وفي سلوكيات ثابته لنقدر نشتغل على هذا التعديل. التعديل ليش بياخذ وقت؟ لانه نحن عم نغير عادات سلوكيه دماغيه، نحن عم نشتغل على تركيبه الدماغ، لانه نحن نقلب السلوك من شيء لشيء، نقطره وننزل فيه تدريجي، انا ما بنزل بالسلوك فورا، لا، نحن بنمشي خطوات وبنمشي فيه تدريجي لهو يوصل لاخفض نقطة فيه بمساعدة الأهل. وأي صغرة بتكون بالفترة اللي هي بتمتد فوق 45 يوم لثلاثة شهور أقل شيء، أحيانا اضطرابات بتاخد سنة وشوي حسب شو بصير معنا بهاي الفترات. إذا ما كنا إيد واحدة نحن والأهل، وبده يكون كتير شيء مدروس ومحكم، يعني كأنه نحن حاطينه ببيئة محكمة من كل الجهات لحتى نقدر ناخذ نتيجة ويتعدل أو ينخفض السلوك اللي احنا بدنا نغيره، فهو شيء صعب ما انه سهل، بس المفتاح يعني الذهبي تبعنا العمر الصغير، كل ما كان العمر صغير بين ايدينا كل ما كنا نحن مرتاحين وطفلنا مرتاح اكثر. استاذة ريم خبريني هيك، ولو طلعنا شوي برا موضوع الطفولة، الاشخاص يلي حوالينا قديش بنشوف اليوم اشخاص عندها عقد نفسية، اضطرابات سلوكية، ممكن مواقف صغيرة وتافهة تكشف ان هذا الشخص على حقيقته انه هو عنده اضطرابات سلوكية، اليوم فينا نحن نعرف هذا الشخص الموجود قدامي انه عنده اضطرابات سلوكية واصلة لدرجة خطيرة وانه نحن لازم نبعد عنه؟ والله سؤال، ولو هيك إشارة يعني تماماً. إذا أنا بدي أقدر أعطي ملاحظاتي لشخصية، خلينا نحكي هون بعصرنا باضطرابات الشخصية، تمام. إذا ما بدي أحكي على الأمراض، صارت أمراض لأنها تتعلق بالزهانية أو فصامية أو فهي بدي أتوجه شيء عقلي دماغي. إذا بدي أحكي على اضطرابات الشخصية وبدي أقدر أعرف، فبدي يكون عندي دراية،
انا حلاحظ سلوكيات ممكن ما اعرفها، ممكن ابحث عنها من خلال قراءه الكتب. بس ايه فينا كثير نقدر نعرف انه هذا الشخص عنده مشاكل ما، بس توصيفي للمشكله بده متابعه علميه مني، بده قراءه. وبقدر بسهوله، في كثير في كتب وفي وسائل تقدر تخليني بالفعل اذا درست شوي او قريت اني اعرف شو هو الاضطراب الموجود عند هذا الشخص وكيفيه التعامل معه، واذا كان قريب وبيسمع النصيحه انه يتعالج منه. والعلاج ما له صعب، يعني كثير بيتحسن الظريف المريض وتتحسن ظروفه. احيانا كثير نحن العائلات بيكون مثلا الزوج او الزوجه بدايه حياتهم مرتبطين سوا، الحب او العلاقه الاولانيه هي ما بتخلينا نشوف تفاصيل الشخص اللي قدامنا او المشاكل اللي عنده، ودائما بنبرر. نحن بنبرر وقت بنحب، كثير بنبرر. الحياه المشتركه هي اللي بتخلينا نعرف هاي النقاط. طب هاي النقاط هي انعكاساتها، شو مشاكل الشخصيه تبعها، 1 2 3. هذا انا هون اللي بعرفه انه اي هاي الشخصيه عندي. مثلا مثال، عندي اضطراب شخصيه حديه، عندي اضطراب شخصيه نرجسيه، عندي اضطراب شخصيه معادله للمجتمع. هي مو بس انه علاج دوائي، هي علاج دوائي سلوكي. لسه ما وصلت للمرحله اللي انه هي تتصنف كامراض عقليه، لا هي نمط شخصيه. بس طبعا بده، لانه في صعب المعشر، ما سهل انه احنا نعاشر او نكون عيله او نكون احيانا صداقه. ممكن بالشغل كثير نتلافى الاحتكاك فيه، بيجينا مشاكل بالشغل مثلا بنمط الشخصيات. اذا ما كان الاداره شخص عنده مهارات عاليه، ما فيني مثلا استغنى عنه رغم انه عنده مشاكل بالشخصيه. بدي يكون شخص حكيم، اداره حكيمه كثير، في له مفتاح. انا متى ما ملكت المفتاح اموري كثير بتكون افضل. أكيد الشخص. يعني معلومات دائما مهمة، ونتمنى الكل يكون استفاد منها. أستاذ ريم شكراً لوجودك معنا. شكراً لك. شكراً لك أستاذ ريم، وشكراً لك. أهلا وسهلا، نورتني. شكراً.